اهلا بيكم حبايبي طلبة طلبات الصف الخامس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اكسرسايز اون ليسون 4 في كونسبت 4 2. السؤال الاولاني يا محترمين، تشوز جروب اوف ستارز، مجموعه من النجوم ذات ميك سورتين شيب، مجموعه من النجوم في السماء حضرتك بتشوفها بتعمل شكل محدد في السماء، اسمها ايه؟ التجمع النجمي اللي هو ايه؟ كونستليشن، اللي لسه واخدناه في الفيديو الشرح. اتنين، كونستليشن ابير، الكونستليشن بتظهر ان ذا سكاي ديورنج ذا يير، اثناء السنه بتظهر ايه؟ هل في نفس المكان؟ لا، ات ديفرنت بوزيشن، في اماكن مختلفه. ليه بيتغير مكانها؟ بسبب دوران الارض حوالين الشمس، due to the revolution of the earth around the sun. يبقى رقم 2 A. اللي بعده 3، all the following are from the properties of constellation، كل ده من ضمن خصائص التجمعات النجمية except الأولانية. ليه؟ زي consists of a star and planet. لا، دي زي consists of a star only، ما فيهاش planets. 4، every night we can see new star، كل ليل ممكن نشوف نجوم جديدة. appear بتظهر from the east. 5، are celestial bodies، أجسام فضائية that make their own light، أجسام فضائية هي اللي بتعمل ضوء بنفسها. طبعا الصن والستارز، اللي لأن الصن تابع للستارز، أحد أنواع النجوم. 6، knowing the constellation's position، معرفة أماكن التجمعات in the sky during the year، أثناء السنة help us، بتساعدنا to know، لما تعرف مكان التجمعات أثناء السنة ممكن أعرف من خلالها إيه؟ ال direction. برافو عليك، the main directions. اللي بعده، sun and the other stars are made up، كل من الشمس والنجوم مصنوعة منين؟ hot gases، اللي هي من يا مصر؟ الهيليوم والهيدروجين، بسببهم بيحصل تفاعلات وينتج light وheat. اللي بعد، true or false، all celestial bodies make their own light، كل الأجسام الفلكية الفضائية بتعمل ضوء بنفسها. طبعا غلط. ليه غلط يا ولاد؟ هل كل الأجسام هي اللي بتصنع ضوء بنفسها؟ القمر مثلا؟ لا. الكواكب بتنور بنفسها؟ لا. 2، constellations have similar shape، التجمعات النجمية ليها نفس الشكل في السماء. false، constellation Orion، تجمع النجم أوريون اللي سموه الإغريق القدماء، سمي بهذا النوع by ancient Greek relative، نسبة إلى mythical hunter، صياد الأسطوري. true. اللي بعد، stars seem to move in the sky، بتبدو إنها بتتحرك في السماء due to the earth revolution around the sun. لا، due to the rotation of the earth around itself around its axis، نتيجة دوران الأرض حول محورها بتبان النجوم إن هي بتتحرك، مش نتيجة دوران الأرض حوالين الشمس. All constellations can be seen in the sky every day along the year، كل الكونستليشن ممكن نشوفها في السماء كل يوم على مدار العام. طبعا false، مش all constellation، some constellation. يبقى رقم 5 false. 6، earth can make its own light. طبعا غلط، sunlight falls on the moon's surface، ضوء الشمس بيسقط على سطح القمر، so it seems bright، طبعا بيظهر منور لأنه بيعكس ضوء الشمس. it reflects the sunlight.
Sun is a medium size. طبعا الشمس نجم متوسط الحجم. Stars are made up of hot liquids. طبعا غلط. النجوم مصنوعة من سوائل ساخنة. لا من hot gases. 10. Stars we see in each constellation. Constellation آسف يا ولاد. النجوم اللي بنشوفها في كل constellation تجمع النجمي are very close قريبة جدا مننا. False بعيدة جدا. عشان كده بتظهر في صورة ايه؟ دوت نقط. The sun is the biggest star in the universe. لا الشمس عمرها ما كانت في اكبر منها بكتير. The sun medium in size. خلاص يا ولاد اللي بعد complete constellation consists of a group of stars. كلام مكرر بقى. تجمع نجم مجموعة من النجوم. ancient Greek gave constellation Orion. أول ما أقول ancient Greek يبقى Orion. عطوا التجمع النجم Orion بهذا الاسم نسبة إلى mythical hunter. صياد ستوري. الستارز سيم تو موف اكروس ذا نايت سكاي ديو تو. الستارز بتبدو انها بتتحرك في السماء بالليل نتيجه ديو تو روتيشن اوف ذا ايرث اون اتس اكسس. بلانتس اند نوت كانت ميك ذير اون لايت. الكواكب ونقط مش ممكن تعمل ضوء بنفسها. طبعا مين؟ المونز. 5. Stars seem bright. النجوم بتظهر منورة. لا ما because they are made up of لأنها مصنوعة منين؟ hot gases. برافو عليكم. غازات ساخنة اللي هي مصدر اللي هي هيدروجين and helium. ست location of not in the sky. أماكن not in the sky during the year help us to determine نقط اوف ذا ايرث. طبعا اماكن نقط اماكن كونستليشن نكتب هنا. اماكن الكونستليشن في السماء اثناء السنه بيساعدنا تو ديترماين نحدد ايه دايركشنز في مكان هنا ولا نشوف. اوكي اللي بعده give reason اذكر السبب. stars seem to move in the sky. النجوم بتبدو انها تتحرك في السماء due to rotation of the earth around its axis. خدنا الكلام ده due to rotation of earth around its axis. نتيجة دوران الأرض حول المحورة. اللي بعده the moon appear bright. القمر بيظهر منور in the sky. ليه؟ because it reflects the sunlight. اللي بعده يا محترمي if we are traveling in desert. لو سافرنا في الصحراء stars may help us. النجوم ممكن تساعدنا to determine our correct way. طبعا ليه؟ لأن ال constellation help us to determine the direction. تجمعات النجمية ممكن تساعدنا في تحديد الاتجاهات. فبالتالي النجوم اللي في السماء ممكن تعرفنا الطريق الصحيح. يبقى because constellation help us to determine the direction of the earth. خلاص يا ولاد اللي بعد what happened ماذا يحدث. Stars are not made up
of hot gas لو كانت النجوم مش معمولة أو مصنوعة من الغازات الساخنة مش هتقدر تنور، مش هتقدر تدي ضوءها. يبقى they can't make their own light. اللي بعد sunlight falls on the moon surface لو ضوء الشمس سقط على سطح القمر it seems bright يظهر منور. عايز تكمل because it reflects the sunlight only. اوكي مش عايز، هي مش مطلوبة في السؤال. هو بيقول لك ماذا يحدث، ضوء الشمس جاء على القمر يظهر منور. اللي بعد أعطيني رسمة وعليها بعض الأسئلة وأقول لكم باي باي. الشكل ده اللي هو مين؟ أوريون كونستليشن. The name of this constellation Orion and it look like يشبه الصياد. كان واحد بيصطاد، الرجلين اهو الشخص اهو وسامه، يبقى هنا ايه؟ هانتر. هانتر هانتر يعني صياد. This constellation consists of group of، طبعا constellation بتكون منين؟ stars. The position of this constellation مكان هذا التجمع يبدو انه بيظهر at different location في اماكن مختلفة. ليه ممكن يظهر في اماكن مختلفة بالنسبة لنا؟ نتيجة دوران الارض حوالين الشمس، اهي earth revolution around the sun. بكده الأسئلة خلصت يا أولاد على lesson 4. أتمنى أن تكونوا فهمتوا. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم يا حبيب قلبي، وهلا لقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.